محمد القادري، تنظيم وإدارة المؤسسات الدينية شمال سوريا. اليوم هو رأس السنة اليزيدية الأربعاء الأحمر شرشم منصور. نهنئ جميع شعبنا اليزيدي وجميع شعوبنا في المنطقة ووطننا المبارك العزيز بيوم بدء الخليقة على وجه الأرض حسب العقيدة اليزيدية والدين اليزيدي وزينة هذه الحياة في هذا الشهر المبارك. السيدو إداري في البيت اليزيدي، طبعا اليوم هو عيد الأربعاء الأحمر ويصادف في هذه السنة في 17 نيسان. نهار العيد يقوم اليزيديون بإقامة الأفراح فرحا بعيد الطبيعة وهو عيد تكوين الخليقة على الأرض، ونحن في البيت اليزيدي نقيم هذه الاحتفالية فتقام كل سنة في البيت اليزيدي. يحضر هذا العيد جميع مكونات شعبنا في روجافا في شمال وشرق سوريا، يحتفلوا معنا بهذا العيد. فنتمنى لكل العالم الخير والسعادة والفرحة وأن يعم السلام على العالم جمعاء. كل الأعياد في شمال وشرق سوريا في روجافا في بيت نارين في ميزوبوتاميا هي أعياد لكل شعوب المنطقة. نقول لكم وقت الإيقاظ صمت على أرواح كل شهدائنا.